عمرو بيه لو سمحت، احنا بنتكلم على البرلمان وانتخاب برلمان يرعى مصالح الناس، لكن حضرتك بنتكلم في مرحله الاجراءات للبرلمان الجديد. في اكثر من قائمه انتخابيه، في المشهد الانتخابي نفسه في ارتباك شديد خلال ال 48 ساعه الماضيه، وهيكون خلال ال 48 ساعه المقبله كمان، على مستوى اكثر من قائمه تمثل الكتله المدنيه، اذا كان قائمه الوفد المصري، قائمه صحوه مصر، قائمه الدكتور جنزوري واختفائها، وظهور قائمة في حب مصر. كيف ترى المشهد الانتخابي من وجهة نظر حضرتك؟ وألحق بهذا السؤال، ما هو موقف حضرتك الانتخابي من خوض انتخابات مجلس النواب القادم؟ طبعا موقف الانتخابي عندي بطاقة انتخابية ومسلم، لا الترشح من حيث الترشح يعني، وسأقوم بأداء واجبي الانتخابي، وأطالب الكل بأنهم يقوموا بأداء واجبهم الانتخابي، لأنه ده شيء مهم جدا، اختيار النواب وتشكيل مجلس النواب وتصاعد اهتمام الأحزاب بهذه الدوائر الفردية. يقال أن المستقلين أصبحوا كثر، وظاهر لي أن الأحزاب بدأت تنسق في موضوع الدوائر الفردية، لأنه في ثلاث قوائم وأكثر ربما في إطار الوسط المدني الوطني اللي بيعمل في إطار الدستور والقانون وعنده اهتمام بمصر الحالي والمستقبل، إنها انقسمت إلى مثل هذه. فأنا لا أستطيع أن أترشح في واحدة فيهم ضد الاثنين التانيين، وبالتالي أنا قراري هو ألا أترشح في الانتخابات القادمة. معلش، عشان حضرتك دايما مسار جدل، بعد ما حضرتك هتقول مش إيه مسار جدل يعني مسار دايما الناس مهتمه، حضرتك بقالك كتير ما بتتكلمش، الناس مهتمه دايما حضرتك تنزل ولا لا. وانت عارف طبعا ما بعد النزول، مرحله ما بعد النزول، فالناس بعد ما حضرتك هتقول انا مش نازل انتخابات تقول لك طب هتقبل التعيين ولا مش هتقبل التعيين؟ نحن نتحدث عن الانتخاب، واذا اردت ان تدخل مجلس النواب فالباب مفتوح امامك النهارده، انتخابات قدامك ايه؟ ده موضوع التعيين، ده موضوع بعيد جدا، وموضوع له قواعده، و الله اعلم من سيختارون. انما احنا بنتكلم في اطار الانتخاب، والانتخاب بالشكل ده مش عايز اقول تشرذم، انما هذا التفرق بيخلق جوا لا يريحني. هل في مواد تانية حضرتك شايف ان ممكن يبقى عندها، او انت شايف ان يجب ان يتم تعديلها؟ في عدد من المواد الانتقاليه دي لوحدها بتاخد وقتها في مثلا، انا لا ارى تعديلها الان، النسب من الميزانيه التي نص عليها الدستور، الصحه والتعليم، 4-3-2 ممكن نرى انه، او يرى مجلس النواب او يرى الناس الشعب كله انه 4 ده مش كفايه، خليها 6 دول تعدلها، او اقل دول تعدلها. اذا في فرص للتعديل، المهم ان نكون حسني النيه، ولسنا دعاة هدم ولا دعاة مجرد يعني تخلق بلبله. الدستور قائم وبقالوش يعني شهور ولم يطبق بعد، لا انتظارا للبرلمان اللي هو سيضعه المواد الدستورية وما تتطلبه من تشريعات موضع التنفيذ. تقوم تاخد ده، وبعدين في مجلس النواب في لجنته التشريعية أو في أي لجنة من اللجان يبدأوا يشوفوا إيه، مش مجرد عشان أنت بتقول أو أنا بقول، الحاجة العملية موضوعيا وليس شخصانيا، مش شخصيا، شخصانيا. ولا يمكن ولا يصح أن يدعو أحد إلى التلاعب بالدستور تم يعني القيام به، أو يعني كتابته تمت بطريقة جيدة جدا وبمشاركة كبيرة من الناس اللي بقت جت تعرض مطالبها وتعرض آمالها، من النقاش في بين الـ50، بين المستشارين اللي عدوا المشروع الأول، بين الخبراء الذين دعوا للتحدث إلى اللجنة في موضوع من أكثر من موضوع، موضوع الثاني والثالث من النواحي الإدارية والقانونية والاقتصادية وغيره. ده بداية جيدة. لما نحتاج ويشعر الشعب بأن هناك فعلا احتياج للتعديل، عنده البرلمان اللي هو له بمقتضى الدستور الحق في هذا الكلام.